احييكم عبر شاشه تلفزيون لبنان، رح اكون معكم بحلقه جديده من حلقات ماكول لهنا. اهلا وسهلا فيك ريتا. ميرسي شيف، اهلا فيك. اول شيء بنقول ينعاد على كل الطائفه المارونيه يلي بكره عيد مارمارون بي الطائفه، وكمان اليوم رح نساوي سمك بالارز والخضار، وعنا قالب جاتو بالليمون. اول شيء السمك بالخضار، جبنا لكم فرخين سمك حجم وسط من البراء، بدنا رز 300 جرام عفوا، بودرة الكاري ملعقة صغيرة وثلاث ارباع او ملعقتين صغار، زبدة شرحة، زبيب 50 جرام، عصفر او زعفران، بس في فرق كتير بين بعضهم. انا صريح، ما بكره يقولوا لي هذه صفرة وكركم. عصفر، الظرف كله حوا 1500 ليرة، الزعفران نص جرام المضبوطة حقها بال 15000 ليرة. بدنا لقلن بصلة مفرومة ناعمة، بدي جزر 400 جرام، كوسة شو حبتين ثلاثة، عرق كرافس واحد، والرز اللي هو منضيفه عليهم، وبغلي العصفر. لو كان زعفران دغري بسقطه بقلب الرز، بس وقت اللي بيكون عندي عصفر بغلي العصفر مع المي لاستعمل ميته للأرز يلي بده يطلع معي. السمك رح اشويه على صينية او مقلاية ناشفة. اول شي بنلفه بورق الزبدة من بعد ما ملحه وبهره، وحط له ترانش حامض، وبلفه بورقة ألمنيوم وبنحطه بمقلاية كبيرة على النار من فوق، وبشويهم على النار من فوق. اما الجاتو بالليمون اليوم اخترت لكم، بدنا 7 بيضات، كباية ونص من السكر سكر الشاي، نص كيلو طحين، بدنا نقلن برش بردقان، بدي برش حامض، بدي بيكنج باودر ملعقتين صغار وربع، وبدي زيت 3/4 الكباية، وبدي استعمل 3 ليمونات، 2.5 تقريبا منهم للعصير، ونص وحدة لعملها ترانشات وحطها على الدائر. أول شيء حنبلش بالجاتو لأنه بتعرفوا الوقت قصير عنا، ولنبلش. يلا كسري البيض، اعملي معروف كل ما تكسري بيضتين نزديهم بالمكنة والقشر أو العكس. ناخد اتصال. ألو. مرحبا. مرحبتين، يا أهلا وسهلا. وحياتك، طلبت منك تثبيت المقانة امبارح. نعم يلا، بدون مصران بس كان تكرم عينك، ما ضل معنا وقت. يلا أيد هلا من عندك، بلش. يلا قول. لحم مفروم. نعم. وجين خشن. نعم. بقر لنفترض وإيه نص كيلو، اعتبر على الكيلو، على الكيلو 3/4 الكيلو. نعم. وربع كيلو صدر أو زور غنم. نعم. إذا ما في بتحط لي، بتحط وقية لي و 800 هبرة بقر. نعم. بتحط معهم بابريكا حلوة. نعم. 3 ملاعق صغار. 3 صغار. نعم. كزبرة يابسة 2.5 ملاعق. نعم. خل 3/4 فنجان القهوة. نعم. برج جوزة الطيب شوي صغيرة. كبشة قرنفل شوي صغيرة. تخلطهم كلهم سوا مع ملح كمان حوالي 1.25 ملعقة. بتحط قليل من الدهنة على النار، إذا ما في دهنة نتفة صغيرة سمنة أو زيت. بتضيف عليهم لحمة المقانق اللي ما بدك تستعملها المصران. نعم. بتقليهم مع بعضهم وبترجع. نعم. هني وعلى النار عم يتقلوا، بتضيف لهم 0.5 ملعقة من الكزبرة اليابسة. بدون نبيد؟ اها، هلا اذا بدك نبيد ما. نعم. بتستعمل خل. نعم. بتحط فنجان قهوة نبيد، ما بتستعمل. نعم. خل ابدا. اوكي، كلك زو. تكرم عينك واهلا وسهلا فيك. هون البيض كلهم جاهزين. يلا. وبناخذ اتصال. الو. الو، مساء الخير كيف انتوان؟ بونجور. مساء الخير كيفك؟ منيح، انت كيفك؟ الحمد لله. انا فادية عم بحكيك من الشوف، وانا بحضرك دايما من زمان كتير. تسلمي. وقلك
لك لطف إنسانية وكلك ذوق وهات الأكلات اللي بتعملها بتجنن. شكرا. وإجاني كتابك هدية وما بقت في ولا حلقة لإلك. تسلمي هاي من معزتك، أنا بشكر معزتك ومحبتك لإلنا. حكايتك من زمان وناطرين زيارتك على الجبل عالشوف شي نهار تشرفنا. تحياتنا لكل أهل الشوف وشبابنا، لازم نطلع بهالربيع إن الله يا ميت. أهلا وسهلا فيك وأحلى شايف بهالدنيا وعالم وأرزي من لبنان، ونحن كتير منحبك ومنحترمك. تسلمي كلك زوق. خلينا إياك يا رب وتضلك بهالهمة ويكون عمرك 100 سنة يا رب. شكرا. أنا بشكر معزتك ومحبتك. هلا هلا ومنتأمل تشريفك، بس أنا حبيت أسلم عليك وإن شاء الله تضلك دايم ونضل نشوفك على هالشاشة وهالوجه الحلو. شكرا لكلامك الحلو ومعزتك. تسلم تسلم. شكرا. يلا مرسي لك. أنا بشكرك. هلا هلا. قصدينا الأرز. شكرا. العصفر يحطه على النار. ونخليه ليحل ومناخد اتصال. الو 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 بونجور بونجور استاذ عنفان. نعم بليز بدي استوضح منك اي باي طريقه بنقدر نجلد الكستنا اذا ممكن او الافوكا. ما بحب الافوكا ما بيتجلد، بيتجلد بس للعصير اذا بدك تجلدي للافوكا. اما الكستنا بكل سهوله فينا نجلدها. بتشيلي راسها بتشويها على نار قويه، بعدين حطيها على صينيه صف نايلون، صف كستنا نايلون، حطيها بالفريزر ساعه ونص، شيليها حطيهم بالكيس كل شو 20 25 حبه بهدوا 6 شهور. اوكي سوري ما انتبهت. لازم ينشفوا بدك تشويهم. نعم نشويهم. طيب الشامبينيون فينا نعمل شامبينيون؟ شامبينيون لا ما بيتفرز، بيهدي بالبراد فيكي شهر. بس وصار متوفر الفطر وين ما كان، مش ضروري نشتري كميات كبيرة لنفكر كيف بنفرزها. صحيح معك. ميرسي. تكرمي. ميرسي بوكو. شكرا. بخاطر عيوني. خلي لي انا عجنب هاو، منضيف السكر شوي شوي. يلا نزلي شوي شوي ومناخد اتصال. الو يعطيك العافية شيف انطوان. الله يعافيكي. اهلا وسهلا فيكي. عمل معروف بدي طريقة كعك العباس. كعك العباس تكرم عيونك. انا بعمله عم يطلع معي قاسي شوي. كيف خبريني شو كيف عم تسوي لك وين المشكلة؟ بحط 2 كيلو طحين. نعم. 3 كبايات ونص سكر. نعم. كباية حليب بودرة. نعم. خميرة. نعم. كباية زيت. ما بكفي. بدي كبايتين ونص زيت. نعم كفي لي. وخميرة وفنصون ينسون بقية الكعك. نعم هول بحطهم. مش عم تحطي لهم شوية كمون؟ لا كراوية؟ لا ولا كراوية، بس هول اللي قلت لك بس عندي. بياخدوا ملعقة صغيرة كمون أو كراوية أنت حسب ما بدك. إيه بس هي أهم شيء كان كمية القليلة، وحطي لهم لهالتنين كيلو ملعقة صغيرة ونص كمان بيكون باودر معهم. أوكي بصير يطلعوا طراية يعني. هلا صار يطلعوا طراية. نعم أوكي شكرا شيف. بخاطرك تكرم عيونك. شكرا. تكرمي. خليني دوب اللي نزلوا بالاول. طيب رح نشتغل الان اهم شيء نشتغلهم على الايد. يلا رح نشتغلهم على الايد. ندهن جاتو بيتي بدهن نشتغل فيه على الايد. ندهن نتفه صغيره زيت القالب
وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف، والله منيح اللي علقت معي، صار لي زمان بدق وما عم تعلق. من النبطية من الجنوب بتول. نعم من النبطية من الجنوب بتول. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. عطول بتصل وما بتعلق ابدا، هلا ضبط اسمعك. اليوم شانسك بس... حلو، شانسنا احلى. نعم ميرسي كثير. بس كنت بدي اسالك، انا بعمل الكيك بالبيت بس بدي اشوف على طريقتك. هلا دورت التلفزيون شفتك كنت مبلش، بس فيك تعد لي من الاول؟ ايه تكرم عيونك. يلا راح سكر. يلا ميرسي كثير، احلى اكل عم تعمل. تسلمي تسلمي كثير لك. ميرسي كثير. تسلمي. كل الجنوب بحبوك على فكره، وانا بنترك يعني. تحياتنا لكل اهل الجنوب وكل اهل لبنان كمان. ميرسي ميرسي. وكل الجاليه العربي وكمان كل اهل كثير، اهل النبطيه كثير بحبوك. تسلمي تسلمي. ميرسي كثير. يلا تسلمي. باي. يعطيك العافيه. شكرا. اليوم عم نساوي جاتو بالليمون بس لنوضح الأمور. خلص رح نشيلها. أوقات لأنه ما بيكون معنا خفاقة شاف بالبيت، فينا نعملها. مزبوط. على الإيد بتطلع كمان منيحة. حطينا 7 بيضات لأنه القالب شوي كبير عنا. حسب حجم البيضة شاف، إذا كانت كبيرة أو صغيرة. إيه بس كمان مزبوط بتفرق، بس كمان لأنه القالب هو كبير. نخفقهم مع السكر. حطي لي سكر. اهم شيء ما ننزلهم دفعه واحده. مزبوط. يلا ما بيقعد يرفخ الجاتو مثل النفنف. مثل النفنف مذكرين. قول هون لانه هي نوع الجاتو بيتي في بيكنج باودر ما بيأثر يعني. هلا بنبرش الحامض، فينا على هاي وفينا على هاي، هي اسرع. اعطيني حامض وليمون. كمان بناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجورين شيف انطوان، يعطيك العافيه. اول شيء الليمون مغسل لنتاكد بس لتعرفوا. منشف ومنشف. الله يعافيك حبيبي، كيفك؟ والله خليك، الله يقويك. تسلم تسلم. كبة اليقطين كيف بيعملوها وكبة البطاطا كيف بيعملوها كيف بيقلوها. يلا تكرم عيونك. أنا ممنون دقنك. بخاطرك. الله خليك. تكرم. كبة اللقطين لكل كيلو من اللقطين بدي بين 150 و250 جرام برغل. بس لقطين بعده قبل ما ينسلق. هون عم بس نوضح شوي انه فانيليا هون ما بدي اضيف لتضل نكهة الليمون والبردقان، ومن الحامض الزنخة بتروح من البيض. اكيد اهم شيء نحن عم ناكل ما نحس بريحة او مش طيبة. يا هو كله نزل فيهم. هلا بدي اعزبك جيبي القصارة تقصرير الليمون وبناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجور شيف. بونجورين، اهلا وسهلا. كيفك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. نيالك كل العالم بتحبك. اسم الله. تسلم. نعلمهم شيء مزبوط. اكيد شيف. انا عندنا فرن بس مش انا بشتغل فيه، بس بدي اشتغل كعكه يلي بتنبيع بالسوق مثل كعكه ابو عرب وكعكه وكعكه هيك. نعم. كيف بيعملوها؟ تعال اول شيء الفرن عندك بدور على الجهتين؟ ايه على الجهتين بدور. ايه تاني شغله، يلا من تحت عندك أرميد؟ لا لا تحت الحديد. لا ما بيزبط. حس في ناس عم بيعملوها عندهم. هلا بتزبط شوي بس ما تقلي مثل ما طلعت مثل هيديك. لا هلا أعطيني الطريقة إذا بتحب. يلا ولو بخاطر عيونك. تسلم. هون عم نضيف زيت 3/4 الكباية، منضيف الطحين، وإذا أفضل من نقيهم الليمون بيعصروا يعني يكونوا طرايا كمل يعصروا معنا أحسن، يكون أفضل ليمون للعصير. منضيف لهم بيكنج باودر، ملعقتين صغار وربع. صار عندنا. يلا اعطيني عصير ليمون.
منضيف لهم عصير بردقان، نزل شوي شوي ونصير نحرك. وقف شوي. يا كمان شوي. فينا نستبدل الليمون بالأناناس ونحط قطع لوحد ما نضيع العالم. مزبوط. ايه يعني نزلي وخلص. يعطيك العافية. بعصر لك ما؟ لا خلص. نقص الليمون مازال بالخشب. هلا نحط نت صغيرة من هون الطحين. ناخذ اتصال. الو. الو مرحبا. مرحبتين. بدي احكي مع شيف انطوان. هو عم يحكي معك. الو سهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. بدي اعرف المقانق كيف بيعملوه عمو المعروف. تكرم عيونك. هلا شرحناها بس تكرم. ما كنت استحقتها. ما بيأثر. تكرم. ممنون عينك. يلا. الله يخليك بركة تعطيني اياها هلا. كمان تكرم. ميرسي. انا رح اقسم لك الليمون يا شيف. بس لك يا بالنص كرمال. بالنص وبالنص لهيك اهون ليك. من هون ومن هون. أوكي. هيك هلا بنقصهم شو شاطر. ايه هيك. اوكي انا شكله بزياده هولي. نحطهم على داير القالب مال المنظر كمان حلو بيطلع. اوكي بننزل هالمزيج. القالب هو كبير. ناخذ كمان اتصال. الو. الو بونسوار. بونسوارين. شايف كيفك؟ ماشي الحال. مين معي؟ معك كامل عدرا من جبل اكروم. يا اهلا وسهلا فيك. بس سؤال لو سمحت. يلا بخاطرك. كترت قشر الليمون بقلب الجاتو ليش؟ برشته بقلبه؟ كترت قرش الليمون قلب جاتو. كترت البرش ليش؟ لانه مش حاطط فانيليا. بدي شيل الزنخه. شو بعمل؟ هو بيعطي يعني الفانيليا بشيل الزنخه وقشر الليمون بشيل الزنخه. برافو. بيعطي طعمي كمان. ممنونك. ممنونك كلك. ميرسي. بخاطر عيونك. عم يغلوا عنا شايف. بدنا يغلوا. نوصي النار. هيدا المطلوب انه يغلوا. المطلوب يغلوا. يا حطي لنا اياه بالفرن من المعروف. والسيدة هاي الصينية هلا بدي اشتغل بالسمك. كل شيء بده وقت على النار ببلش فيه قبل. منجيب ورق زبده. اعطوها روجي. ضل اختي كسرة. منقطع حامض وهي بالنص لقلبها.
منحمي صينية على النار ناشفة. قبل ما اجوي ايدي سمك بقطع ورقتين ألمنيوم على طول، منخلي السمك مباشرة على ورق الزبدة، ما بحطه دغري على الألمنيوم. برش السمك بالملح والبهار الأبيض، بحط تحت منها ثلاث ترانشات حامض، بنصها قشري من الحامض قشري، كمان عوجة ثلاثة، جاي قصيلي الشقفة من الحامضة هاي وهاي، بنحط نقطتين زيت، هاي الإصبع نضيف بعد نقطتين بالعدية زيت، ما منكتر ونجلغم الدني، منلفها بهالشكل، برجع هون هيك، وهون هيك، برجع بجيب ورقة الألمنيوم على عرضها، منحطها للسمكة الورقة وج أو قفا ما بيأثر، بشد عليها بهالشكل وبحطها ولا أي شيء ناشف، ولا شيء لا زيت لا زبدة ولا شيء، وعلى مسؤوليتي أحلى شوي بيطلع عندكم. هاي الطريقة يعني من اللي عملتها شيف بتطلع أسرع كمان؟ أسرع، ما بتعود تاخد وقت كتير معنا. مزبوط. كمان الفرخ الثاني كمان عليها حامض وقشري بالنص، قشري شوية زيت، منلفها بنفس الطريقة ومناخد اتصال. ألو، ألو، عم ينشو السمكات بهالوقت بدي بلش بتحضير الأرز. أنا هون نقعت لك كل شيء، بدي غسل. يلا نحط طنجرة كبيرة على النار، منحط فيها شقفة زبدة، منضيف عليها البصل الناعم، ومنحركه بملعقة خشبية، هم نتركهم ليحموا، نفرم. نعم نتركهم هون ليحموا. مزبوط. بعدين نقلب نسيهم. ما بحب أقلب أبداً، أنا مرة واحدة التقليب. لنرجع على المقانق يلي هني ما انتبهوا له، ونرجع لأصنافنا هوليك. منجيب عرق الكرافس من بعد ما حطيت بصل على النار مع قطعة زبدة، هالورق ما بكبون، بحطهم بالبراد، بيهدوا عندي 7-8 أيام، وإذا بلاقي حالي ما بدي اشتغل شيء خلال 7-8 أيام، ورقة نايلون، ورقة ألمنيوم حيالة، وكيس ناي أو كيس نايلون، وبحطهم بالفريزر بيهدوا 5 أشهر. وقت اللي بيكون عندي أي أكلة أو مرقة بدي استعملها، ساعتها هي وبالفريزر بشيلها، بشيل عنا النايلون وبضيفها دغري. هي الكرافس بفرمو ناعم،
منضيف الكرافس فوق البصل يلي عم يتقلى، بيحبلش بفرم الجزر، حنوس شوي على السمك وبقطع جزر، وبدي اشرح المقاني. المقاني اول شي بدي 3 ارباع الكيلو من لحم، في سويها كلها من لحم الغنم، ويكون معي ربع كيلو من الزور، من الزور من الدهن. وعادة المقانة رتش اللحام، رتش اللي بيطلع معه، كل واحد بصير يجي يقول له نظف لي هاي ونظف لي هاي، صحيا هي المقانة انتبهوا منا منيحة، وبالاخص للكوليسترول ودهنة الدم، اما نكهتها طيبة بيستحلي واحد ياكلها، وانا منهم يعني بعرف انه شو فيها ما رتش من اللحم، ولكن بكل حبتين، مش واحد يضلوا يومية غدا عشاء جمعة مقانة هيك بيكون عم يضر حاله. مزبوط. لنرجع، اصبح بدها زور غنم لتطلع طيبة، بنستعمل 3 ارباع الكيلو من لحم البقر وربع كيلو زور الغنم. هالزور الغنم بينخلط معهم، بينضاف لإلهم نص فنجان قهوة خل، كزبرة يابسة، 3 ملاعق صغار ملح، ملعقة صغيرة وربع، بابريكا حلوة يعني الفلايفلي الحلوة الحمراء، ملعقتين صغار برج جوزة الطيب شوي صغيرة، كبشة قرنفل شوي صغيرة، بيرجع بينحشوا بالمصران، في ناس بحبوا يتقلون بحطوا معهم صنوبر، وفي حال ما بدنا نستعمل بدنا نستعمل نبيد للاشخاص اللي ما عندهم مشكله، ما بستعمل نص فنجان خل، بستعمل فنجان قهوه نبيد، ونبيد يفضل الاحمر. هلا الكوسه نرجع تحشيهم بالمصران، في حال بك تقليهم دغري بتحط شوية لية على النار أو زيت أو سمنة، بتقليهم بتضيف عليهم ترجع شو ملعقة ونص كزبرة يابسة، وبيطلع عندك المقانة. يعني توقف عم حط إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. هالأرز منزلو مغسل ومنقوع ربع ساعة تلت ساعة قد ما بدكن، بس بماء عادية بيتحركوا مع بعضهم. السمك بقلبه، برجع بكرر ولا جنس شي بقلبه، زبدة ولا سمنة ولا صينية ولا شي. بكره ضلكم قولوا هيك علمنا الشيف أنطوان، زمطنا ما في مش ولعانة اليوم، مش مولعة. منجيب مية العصفر، انتبهوا قبل بضيف بودرة الكاري، ملح، بهار أبيض، يكون الواعي رطب بيلزقوا بقلبها أو حسب المقادير، ما ننزلهم كلهم. منضيف لإلها الماي، ماي العصفر تعطيها لون كمان حلو، وبخلطهم. لو زعفران ضيفهم بقلبها، برجع بقول لو زعفران منضيفهم بقلبها. منغطي، حطوا على نار قوية
والمي بدها تكون مية العصفر عم تغلي هما شي ما نضل نحرك ممنوع مش نضل ممنوع نحرك الحرك ضده للرز بصير للسوشي بصير للسوشي هاي ما عشبنا إياها وهي ما عشبنا إياها يلا بدنا نرجع للشرح ليكون شهلنا بالأكل طلعت أكلتين كبة اللقطين اللقطين كل فصل الشتاء فينا نضل ناكل لقطين وبيهدي واللقطين صحي لأنه ما في منه تحت النايلون كيف ما أي نوع جبنه هو صحي لأنه ما في منه تحت النايلون بعد لحد هلأ من بعد ما نقشر اللقطين ونشيل بذره كل كيلو من اللقطين منحط برغل أبيض 150 أو 200 أو 250 الكل صح منضيف عليه بسلق اللقطين ساعتها بمي مغلية 11 دقيقة بحطهم بمسفاية خليهم يبردوا شوي بعصرهم قد ما فيي أو بحطهم إذا مستعجل من بكيس مثل كيس اللبنة وبعصرهم بحط معهم بصلة صغيرة بحط البرغل ملح بهار أسود حلو قليل من القرفة الناعمة بدعكن على الآلة الكهربائية إذا اعتزت مي بستعمل شوي من ميتهم يلي عم بسلقها مع ملعقة ونص من ملعقة الشوربة طحين بيطلع عندي الكبة ناخد اتصال ومنكمل ألو مرحبا شيف مرحبتين يا أهلا وسهلا قبل شوي كنت معك سألتك عن الكعكة إذا ما فيش إزعاج يلا يا حنو شرحها بخاطرة هلا ضل معك إيه لا ورا ما نكمل اللقطين ما هوديك قبلك شوي يلا طيب بنطر يعني بخاطر عيونك ممنونك تكرم نرجع شوفي لي غليت إذا غليت بنوس النار عطول بس تغلي بنوس النار بعد ما غليت ناخد كمان اتصال ألو ألو مرحبا شيف مرحبتين الله يكتر محبينك يا شيف تسلم تسلم انت منهم أنا بشكرك وكلك النسوان والرجال بيحبوك يا شيف تسلم نمعزتك نمعزتك لايك بيمشي صادق بهالحياة الناس كلها بتحبه على المدى البعيد صرنا 26 سنة على التلفزة نشتغل صادق ومنمشي هيك دغري أيوة. وما منحب إلا نعلمكم كل شيء مزبوط وأهون الطرق والله نحن ما بناخد إلا منك يا شيف تسلم حبيبي تسلم. حبيبي الله يخليك يا شيف نعم سؤال نعم جينا هيك شوية كرافس كرافس نعم شو بنعملوا معي سلطة ولا مع الأكل شوي طعمتهم حد شوي طيب كيف بدي أكسر هاي الحدة تكسر للحد بك تستعمل شيء كتير معهم يعني بك تستعمل كمية قليلة منهم نعم أو تستعملهم بالطبخ بالطبخ ايه أو كمان نعمل شوربة الكرافس شوربة الكرافس كريم الكرافس هلا بعلمك عليها والكرافس أيوة. كتير مغذي ولحد هلا بعد ما في منه تحت النايلون كمان ايوه طيب سؤال إذا عصرناه بيشرب عصير مشان بينشرب بس بدك تتقبله كتير بغذي إذا بتقدر تشربه هلا لك شو بتعمل لك شو بتعمل تعصر مثلا قنينة عصير كرافس نعم بترجع بتجي بتعمل حد منا موزي 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 نعم بتحط فق منا شقفة أفوكا مستوية نص حبي نعم بترجع بتحط فق منا شوي من عصير البردقان او التفاح او الجزر اللي بدك اياه ايوه تطحنوا الناعمين مع شويه عسل وضيفهم على الكرافس واشربوا وبتشوف شو بيطلعوا طيبين ايوه هلا انا هيدي الوصفه كنت بدي اعطيها لمريض سكري مريض سكري بتمشي معه بس ما تحط له عسل حرام عسل لانه العسل مش مأكدين انه هو مزبوط ايوه زغلينه سكر مش بس زغرينه يكونوا طعمه الأفير سكر بعد أصعب ما حدا بيعرفه يعني لو جبناه بشهده مثل ما بيقولوا مع الشمع تبعوله بيكون مضروب بالسكر نعم نعم طيب شيف نعم هلا إذا بدي فرزهم بيتفرزوا معي لمدة طويلة بيتفرزوا لسنة نعم
أيوة بالفريزر بكيس نايل والتفريز العادي ما تفريز عالي بس بدك انتبه تعصمهم ما فينا نفرز كمية كبيرة وكل ما بدنا شوي نشيل الكمية الكبيرة نحلها نستعمل شوي ونرجع الباقي أيوة بدك تقسمهم لكميات صغيرة وبصير فيك تستعملهم شوي شوي مع الضلع ولا بس الورق؟ الضلوع لواحد والورق لواحد الورق فيك تفرمه وتستعمله للسلطة وفيك للشربات والمرقة والضلوع بتستعملهم مع الطبخ وفيك تتعود علي وهم طيبين كل ما تساوي رز فروم مثلا تقريبا شو 70 اذا الكميه لخمس اشخاص بين 60 و70 جرام كرافس فرومهم قليهم مع البصل او مع الرز بالاول بيعطوك طعمه طيبه وبصير تتغذى منه اوكي ميرسي شيف بخاطرك بخاطرك انا وطيت الخاص شيف غليو وطيت الخاص علي اوكي عم يغلو وهودي صاروا نرجع منقول ممنوع التحريك يلا نشوف بالفرن شو فيه ونرجع نجي نشرح نضل نطل مش نقوم نترك كل شيء على ما هو بس ما بنفتح عليه ممنوع بنتنقوز عليه كل شيء ممنوع اليوم اليوم ممنوع كل شيء مسموح لنرجع اللقطين اصبح بصله صغيره من بعد ما سلقناه عصرناه اذا مش مستعجلين انتبهوا بتحطوا اللقطين بمصفاية من عشية بتتركوها بتحطوا على بتتركوها لتاني نهار تصفي تاني نهار بتضيفوا البرغل والبصلة الملح والبهار والقرفة بتدعكوها على المكنة إذا مطحين ملعقة ونص وإذا اعتزلوا مي شوي بتضيفوا من مية السلق مية السلق بدها تكون باردة ما بيسوى تكون سخنة بتجبل الطحين كتير هلا كبة البطاطا وبنرجع لكعكة الفرن كبة البطاطا بنسلق كيلو بطاطا بده 400 جرام برغل بصلة حجم وسط كمان مفرومة ناعم بنحط ملح في ناس بيحطوا شوية كمون في ناس بيحطوا شوية كراوية في ناس بهار أبيض مع الكمون والكراوية في ناس ما بيحطوا لا بلا كمون وكراوية أنا مثلا بحبها بلا كمون وكراوية وبعدين بنحط معها شوية زيت بقلبها زيت زيتون بقلبها تكسر ما بتنشف معي بسرعة بعدين بسكبها بجاد بحط عليها كمان زيت زيتون بزينها في زين بالسماء بأغصان النعناع بورق البقدونس ببصل أخضر برافو بالفجل ومنقدمها أنا بقول السمك استوى لحط فيه على السمك خلص السمك تفيت عنه استوى هلا دغري منشيله لنحطه على ظهر الأرز وهون عنا الأرز بنفرجيكن عم يغلي مع الخضار وبودرة الكاري ومية العصفر برجع بقول انتبهوا في فرق كتير بين العصفر والزعفران بس يلي مش عم يتوفر عنده زعفران فينا ساعتها نستعمل نجي لكعكة العصرونية كانوا يسموها من زمان هلا بيقولوا لكعك تاني أصولا برجع بقول بنا لإلا أهم شيء الفرن الفرن هو اللي بيشيلها وبدها فرن من نارين نار من هون نار من هون وأرضية حامية لتقب العجينة والنار على الجهتين ترفخها يعني إذا أنا بجيبها هاي العجينة زيتها وبحطها بهالفرن ما بتطلع معي بدها قوة نار على الجهتين تقبها هيك وبتكون من تحت كمان نار قوية بتستويها ومن فوق كمان بيكون قوة النار ستوتها هلأ برجع بقول أصولها يكون أرميد داير مندار وبالكعب والفوق ما في بيمشي بس ما بتطلع معي 100% أول شيء منحط من 100 جرام طحين عادي والطحين بنسميه طحين غني بالجلوتين الطحين القاسي منضيف معه 100 جرام طحين ذرة و100 جرام طحين زيرو خلص خلص تركيه هاي الشغلة تركيه مطفي ها بس لنأكد شوفي نقلها لهون مطفي تحتها بينخلطوا مع بعضهم
منجيب ملعقتين صغار خميرة بحطهم بوعي مثل هالواعي، بحط معهم ثلاث ملاعق طحين، بحط معهم فنجان قهوة مي فاترة يعني اللي بحط أصبعي فيه وبعد للعشرة، بحطهم مع بعضهم بغطي الوعي وبتركهم ثلاث أرباع الساعة ليختمروا. هالخميرة صارت عندي هون، هلا في بازيلا بس خميرة، برجع بقول ملعقتين صغار خميرة، ملعقتين أو ثلاثة ملعقة شوربة أو ليك صغار، طحين وفنجان قهوة مي فاترة ليصير عندي مزيج رخو، بغطيهم وبتركهم يختمروا لساعة. العجينة اللي عم بعجنها ضيف لها ملح خشن مذاب، ملح الخشن بندوبه، ما بيمشي ملح عادي من خاف يكون مخلوط، ما بيساعد على إعطائنا النتيجة اللي بدنا إياها. وبضيف مع الملح كمان ملعقة ونص خميرة غير هاو، هاو نسيناهم، برجع بجيب هاو صاروا عجينة مطاطية من الخميرة، بخلطها معهم وبرجع كلها سوا بجيب، وبيصير عندي عجينة متماسكة مثل أي عجينة منسويها للفرن، مثل عجينة المنقوش أو خبز الصاج. والعجن كمان بيتم بمي فاترة، برجع بقول بانتبه، بنحط إصبعنا بالمي وبكل سهولة عد للعشرة، في عد للخمستعش أحلى بيكون، بس بدي وقت أكتر ساعتها بتختمر، بس ما بيأثر. هلا منجيب العجينة منقطعها كرات، كرات شوي كبيرة مثل الطابة، بغطها بطحين الذرة ومنصفها بالجاط داير مندار حواليها تخلص، فوطها مبلولة مي قطنية بعصرها وبغطيها فيها. وقت اللي بدي اشتغل بالكعك قبل نص ساعة ما اخبز، بجيب هالكعكة هالعجينة وبمدها بالأول بمكانة مد العجين، أول ميلة برجع على الميلة الثانية هي ذاتها برقاقة شوي، برجع على الميلة الطويلة تطلع معي لنفترض أقصر من هيدي شوي. بهالوقت بجيب أنا صحن ندور لنشيل الملحات من هي، بحطه هيك يكون أكبر شوي مثل هاي، وبأول العجينة من هون، وهي العجينة ما بكب بشيلهم بجمعهم برجع بعجنهم مرة تانية. هالعجينة صارت عندي هون، بجيب لو خشب برش عليه غبرة أنخالي، من إلا غبرة أنخالي منرش عليه وبنحط العجينة عليها. من بعد ما نحط العجينة عليها بفوطة مبلولة مي أو أي شيء خام كمان معصورين ومنغطيها لمدة نص ساعة. من بعد النص ساعة بشيلها بقلبهم بنطرهم ربع ساعة، بعدين الفرن حامي من الكعب من الجوانب منشيلها منحطها على المشحاف الحديد، منفوتهم بقلب الفرن وبيصيروا يقبوا، منكون دهنين عفوا، في منهم يدهنون سمسم صفوة الطحين ندهنها ومنحط سمسم عليها، أو بيعملوها هيك بتلزق السمسم عليها، بتفوت على الفرن تطلع وبيطلع عنا الكعك. تكرم عينك وأهلا وسهلا فيك، راح نشوف المقادير.
ضفنا البازيلا قبل بالبريك، بنخلطهم مع بعضهم هون. يلا نسكب الأرز بالجات، أنا بجيب السمك نشيل فرخ السمك المشوي، ولا افرجيكم قديش مستوي وهارر قد ما انه مستوي بهالشكل. برجع للتاني الفرخ التاني، يلا شايفين السمك كله استوى، شوفوا لي اياه، ما حدا يقول بعده نيين. ها شايفين كيف هر الكاميرا اخذتهم مستويين كثير منيح. بنضيف عليهم الزبيب، طعمتهم عطيه. هلا بهالوقت نرجع نشوف الجاتو. يلا جاتو بجنن، لكن شو حلو. اول شيء بنرجع بنقلكم منكرر كل عيد مرمرون وانتو بألف خير. كمان ريتا انا بشكرك على معاونتك على الطبق، طبقين الحلوين، طبق الجاتو بالليمون ريحه كتير بتشهي، والسمك بالارز مع الخضار. حلقتنا لليوم انتهت، بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، بشوفكم بحلقات جديدة وبقلكم باي باي.